مشاهدينا متابعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تابعنا الظن والتهنية للسيد بدر بن سليمان بن محمد المسكري والسلامة ذهبت إلى المنطقة الشرقية شمال بسلطنة عمان تحديدا ولاية إبرة. شكرا يا بدر على هذا الناموس، المركز الأول ومجريات أحداث المسيرة والقصة الثامنة في هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى الذي يحمل المعايير والمقاسات العالمية في كل ما يحمل من جوائز ومن رموز ومن دعم مادي ومعنوي. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للقائمين من اللجان على هذه التنظيمات الرائعة، ومباشرة مع تعداد الأسماء المنطلقة الأولى والصدارة هنالك شرط للسيد محمد بن عيسى بن عبد الله الكواري صاحب الميدان، من يتلألأ على مقدمة هذا الشوط، بينما وسام لجمهور بن محمد بن مصلح الأحبابي على المركز الثاني، بينما الأسماء القادمة فهنالك مهيض لبدر بن ناصر بن سالم بن مردد الكتبي على المركز الآن الثالث وفي المركز الرابع. المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الأعزاء هنالك شاهين سيف بن محمد بن علي بن سالمين المزروعي على المركز الرابع. والمركز الخامس، المركز الخامس ضرغام لمحمد بن جابر بن عبيد بن سالم بن هياي المنصوري. هذه الخمسة الأسماء، هذه الخمسة الشعارات، سيارة 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 ومفتاح ذهبي هنالك بانتظار سعيد الحظ. هذه هي المسيرة وهذه هي الأسماء على مقدمة هذا الشوط. والمركز الأول والصدارة، الله 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 الله، قوة وتحدي مع هذا الوسام، مع هذا الشرف، مع هذا التاج على مقدمة الشوط، جمهور بن محمد بن مصلح الأحبابي على المركز الأول. ولكن التسلل، التسلل السريع هنالك من شرط محمد بن عيسى بن عبد الله الكواري على المركز الأول. والمركز الثالث أيها الأخوة الكرام، فهنالك أيضا وصول من مهيض على المركز الثالث، وتعود ملكية مهيض بدر بن ناصر بن سالم بن مردد على المرتبة الثالثة، بينما المركز الرابع فهنالك شاهين سيف بن محمد بن علي بن سالمين المزروعي، ووصول أيضا من ربدان إبراهيم بن زيد بن محمد بن محسن الذي وصل مع المركز الخامس. هذه هي الخمسة الأسماء المنطلقة، 60 اسما لامعا في هذا الشوط، يبحث عن السيارة وعن الناموس. الله 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 الله، هنا العدسات ترصد هذه الأسماء المتقدمة وترصد هذا السيل الجارف الذي قدم رغم هذه أيضا الرياح العاتية، ولكن الانطلاقات قوية والتواقيت رائعة. المركز الأول والصدارة، هنالك شرط والضغوطات من مهيض، مهيض الآن، مهيض 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 بدر بن ناصر بن سالم بن مردد على المركز الأول وعلى الصدارة للسيد بدر بن ناصر اللي هو مهيض على المركز الاول. والمركز الثاني فهنالك شرط محمد بن عيسى بن عبد الله الكواري، ووصول من المركز الثالث هنالك وسام جمهور بن محمد بن مصلح الاحبابي، بينما الوصول مشاهدينا متابعينا الاعزاء من ربدان ابراهيم بن زيد بن محمد بن محسن مع المركز الرابع. والوصول الان من قبل التبر، وصل في هذه اللحظات محمد بن علي بن دريم المنصوري احد ابطال دولة الامارات العربية المتحدة، ولكن اعود مع الصدارة. الله 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 الله، المركز الاول و800 متر النهائية، ال800 متر النهائية، ومهيض مهيض 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 وشرط، اين الناموس يذهب وقدوم وسام، وكذلك الوصول ايضا من التبر على المركز الرابع. ارى اسم جديد، ارى شعار جديد ضاري، جار الله محمد بن طالب بن عقيل النابت مع المركز الثالث يتسلل من الخامس، ولكن المنصوري، الله يا بندري، الله يا الإثارة، الله يا الناموس. هنالك ايضا وصول من بندر محمد بن سعيد بن منانه بن غدير. الله 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 الله، الله.
المركز الثاني وشعار الشلبة وصل، ولكن أهالي الخزنة أهالي الخدم المنصوري يا سلام الختماوي مع الناموس، دولة الإمارات تحتفل وأعلام الإمارات وقطر ترفرف في هذا المهرجان يا سلام، وختامها مسك مع الختم مع الناموس سلام، والنقطة الثانية النقطة الثانية والناموس يا سلام، التبر 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 السيارة للتبر، والثانية أيضا لمحمد بن علي بندري المنصوري، المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء بندر لمحمد بن سعيد بن منانة، وفي المركز الثالث مهيض بدر بن ناصر بن سالم بن مردد المركز الرابع، المركز الرابع الوصول من ضاري الثالث ضاري لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، والمركز الوصول من المركز الرابع ايها الاخوه الكرام مشاهدينا متابعينا الاعزاء هنالك الوصول ايضا من مهيض بدر بن سالم بن مردد، وفي المركز الخامس الوصول قوي والاثاره ايضا من خلال سالم محمد بن ضبيب العامري مع المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الاعزاء. هكذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء التوقيت الزمني الذي رافقنا في التحدي وفي الاثاره، توقيت 6 دقائق 8 ثواني 41 جزءا من الثواني، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق صاحب المركز الاول، والتهاني والسلامات ذهبت الى مالك التبر الذي استطاع ان ينتصر مع بندري المنصوري، تهانينا لمحمد بن علي بندري المنصوري المركز الثاني، توقيتها الزمني 6 دقائق 10 ثواني 83 جزءا من الثواني، التهاني والناموس والسلامات ذهبت مع بن منانة مع هذا التحدي ومع الإثارة محمد بن سعيد بن منانة بغدير الكتبي، وفي المركز الثالث كان الناموس أيضا ل6 دقائق توقيت الزمني 11 ثانية 95 جزءا من الثواني، التهاني والناموس على هذا الفوز المستحق مع التحدي والإثارة لبدر بن سالم أو بدر بن ناصر بن سالم بن مردد. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء تنتهي هذه